عندنا شي مخرجين تقريبا كيلصقوا لك تيكيتا في ظهرك. جواد السحب ولفوا عليه انه كيلعب داك انسان ساج سخار، والموتشه ولات عندي سميه اغري اللي في الحقيقه فاجئني في الاداء ديالو، لانه الابداع ماشي ديال شي واحد. مشاهدينا الكرام متتبعي الايام 24، مرحبا بكم معنا اليوم جواد السايح، واللي عنده دور كذلك في السلسله الرمضانيه او المسلسل الرمضاني جنين، واللي غنشوفوا معاه يعني الدور ديالو في هذا المسلسل. خليكم معنا سي جواد السايح، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك. الدور ديالك في مسلسل جنين. مساء الخير، تحيه كبيره للجمهور المتتبعين ديال قناه ايام 24. تبارك الله عليكم والله يحفظكم. مسلسل جنين مسلسل اجتماعي درامي، كيحكي المشاكل اللي كنعيشوها يوميا، المشاكل تاع تجار ديال لافيراي، مشاكل ديال عائلات اغنياء، مشاكل ديال عائلات فقيره. الدور ديالي وسط هذه المجموعه هذه اللي كتضم مجموعه من الممثلين تاع الرواد ديال الفن في المغرب، والجيل الثاني اللي هو تابعينهم انايا وسعيد بعدي ومكوار صديق، والجيل الثالث اللي ديال اللي زاداك واللي لعب البطوله يسار، اللي في الحقيقه فاجئني في الاداء ديالو، لان كلشي كان راهم كيقول انه كيدير خير الوماشو ايموريست، ولكن هذا ما يمنعش ان انا حيت يعني حسيتو بانه عطى في الدراما بطبيعه الحال، لان الابداع ماشي ديال شي واحد، الابداع ديال كلشي اكيد. والسينما والتلفزيون ديال كلشي، اي واحد يقدر يديرها، اي واحد مرحبا به، اللي عنده موهبه واللي عنده شوق لهذا الشيء يديرو. المسلسل جميل جدا. الدور ديالي كجواد السايح انا كنلعب الريزو اللي هو واحد السيد كيشتغل في لافيراي، ما عنده حتى شي حرفه، كيدير ويجيب في الخبر. عندي بنيه سميتها سهوة، صغيره هي كتشتغل في لافيراي، عايش غير انا وياها في الدار، عندنا ساكن احنا فقراء، بنتي ما عندهاش الام ديالها ميته، هي كتقرا وكتخدم سمساره في لافيراي، اللي خصو شي بارشو وكل شي حاجه، وباها اللي بعقله وباها بالك على التبرقي كيوصل الخبر وكيعطيه ويدوروا معاه ويوصل الخبر ما بين العائلات وما بين لي باترون ديال لافيراي، وكيشهد على الاحداث اللي كتوقع في لافيراي كامله، كلشي كيدوز تحت راسه. سي جواد، هذه المساله ديال التبرقيق وتوصل الهضره يعني اصبحت واحد الظاهره اللي هي تؤرق يعني المجتمع المغربي، ويعني وكتخلق واحد الحزازات وواحد المشاكل ما بين افراد الاسر وما بين حتى الاهل والاحباب، كيفاش كتشوف انت هذه الظاهره هذه؟ هي ظاهره عالميه، ظاهره من نهار خلق الله الدنيا وهي كاينه، الظاهره ديال التبرقيق، غير وحنا المغاربه شي شويه كنبرقوا فابور بلا ما يسول لنا شي واحد، كنكونوا عبال كيف في القهوه تبارك هو وصاحبو تا كيقول ليه انت ما شتيش البارحه شنو طرا فلان داز من هنا وخرج من هنا وهذا خرج من هنا، كنعطيو ذاك لي زانفورماسيون كنعطيوهم فابور بلا ما مازال في ميريكان، مثلا في ميريكان ولا في اوروبا كتلقى كيوقف بوليسي عند شي واحد كيقول لي وريني عا شي زنقه ولا شي عا مواطن تيقول ليه اعطيني شي ادريس ولا شي حاجه كيقول ليه جبد فلوس، فهمتيني ما يعطيش المعلومه يعني فابور. كتسمى هذيك خدمه. خدمة خصو يتخلص حنا لا حنا كنوصلوها فابور، كنبرقوا فابور، داكشي عندنا في الدم، داكشي عندنا في الدم وصافي. غاديين اش غنقول لك، موبقة عالمية في الدنيا كلها كاينة. سي جواد، شنو هو أكثر دور يعني لقيتي أنه قريب للشخصية ديال جواد السايح؟ من ناحية الأدوار هو عندنا شي مخرجين تقريبا كيلصقوا لك تيكيتا في ظهرك، مثلا لكتي شي نهار لعبتي الشلح بحال كيما دار نور الدين بكر الله يرحمه، كيبقاو معلقين لي التيكيتا في ظهره بانك يلعبها شلح، هو راه بالعكس الممثل كيقدر يلعب الدراما يلعب اي حاجه. جواد السايح ولفوا عليه انه كيلعب داك انسان ساج سخار مبرزيط،
فهمتيني، ما كيقولوش انه يقدر يلعب الدراما ولا كاين مخرج واحد اللي راهن عليا في مسلسل ديال المستضعفون، هو الحاج الهوير الله يذكره بخير ناصر الهوير، كان راهن عليا انني نلعب ذاك الدور ديال الديب قبيح بزناز كان بيع المخدرات وقبيح وداكشي، رغم اننا ما قبلوش ليه، قالوا لي لا جواد كيدير الكوميك كيدير فهمتيني، قال لهم انا كنعرف المؤهلات تاع جواد السيح. دريس الرخ حطني في واحد، حطني في الدور هذا ديال رجل كبير في لاج، عنده متزوج وعنده بنيه وبرقاق، وكي وعطاني الدراما في المسلسل، لان ما كنديرش الكوميك، كنلعب الدراما، كليت العصا، كليت هذا، كنلقى معاناه، كتسخني البنت ديالي اللي هي سهوه كتربيني، بنتي وكتربيني، بنتي باقا صغيره وكتربيني. حقيقة والادوار اللي السؤال اللي سولتيني والادوار اللي بقوا راسخين عندي وحسيت بهم بزاف، عندك الكميشه في حديدان، وعندك الموتشو اللي بقى راسخ عندي انا في الذهن ديالي وفي هذا، وحتى الناس كيعيطوا عليا دابا اغلبيه غير موتشو، والموتشو ولات عندي سميه اغري، دير لنا ليا في لاكار تاع الفنان تاع ديال بطاقه الفنان، دير ليا اللقب الفني اللي هو الموتشو، والله يرحمني كان معنا وكان سببنا في الموتشو، سببي في الموتشو هو السي محمد مفتاح، هو اللي سمى عليا في فيلم ديال السينما مع محمد اسماعيل الله يرحمه، وبعد من تما هذيك الموتشو لعبت بها في مسرحيه ديال عين بين مع مسرح حي، درنا بها جوله في المغرب، من بعدها لعبتها في زيد ناقص مع بن ابراهيم فاش كان هو مكي الناقه وانا كنت الموتشو، اللي كان السلسله كاتبها السيناريست احمد ابو عروه. سي جواد يعني تقمستي هاد الدور، عرفتي يعني المخاطر ديالو، عرفتي السلبيات ديال هاد الدور هذا ديال تبركيك، شنو تبغي تقول لهاد الناس يعني اللي الشغل الشاغل ديالهم هو تبركيك؟ هو شوف نقول لك واحد القضيه، هو التبركيك اذا كان في مصلحه البلاد وكان في المصلحه العامه ماشي تبركيكه هذيك اجر، اما الا كان ذاك التبركيك ديال الخوى الخاوي غير نفرق ما بين العائلات، حق هذا قال فيك هذا قال فيك، هذاك ماشي كيتسمى تبركيك، هذاك تشتيت العائلات وكتسمى شيطان. اما التبركيك اللي غادي ينفع البلاد وغادي ينفع العامه وكتشوف واحد منكر وخصك تدافع عليه، لان هذاك منكر، من رأى منكم منكرا فليغير، إن لم يستطع فبلسانه فبقلبه. كتشوف شي واحد مثلا كيجيب الدرب كيدخل الأقراص المهلوسه ولا كيدخل شي حاجه اللي غادي تقتل لنا الأطفال ديالنا، واش بنادم يبقى ساكت؟ حق انا مشيت بلغت البوليس وقلت لهم راه فلان كيبيع هذا الشيء وما كيجيبو وداك الشيء، كتسمانا برقاك؟ لا غايقول لي برقاك، غادي نقد ولادنا، نقد الأطفال، هذيك ماشي تبركيك، هذاك واجب وطني وخص الإنسان يدير هذا الشيء. واحد كي مكبتها في الحي ولا شفار ولا كيخون وديما وهذا، خاص بنادم يوقفوا على حده يبلغ شي حاجه اللي كتنفع البلاد بلغ عليها. شكرا جواد السيح، كلمه للجمهور المغربي بمناسبه رمضان. تنقول للجمهور الكريم، جمهور جواد السيح وجمهور المغربي عامه، تنقول لهم تحيه كبيره ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل علينا بالصحه والعافيه، والله يدخل والله يخلي هذه البلد ديما امين، والله يحفظكم والله يستركم وعاش الملك. شكرا جزيلا سي جواد السيح. مشاهدينا الكرام، كنتمنى لكم فرجه ممتعه مع سلسله جنين، ورمضان مبارك سعيد. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.